هذا وقد أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يعد من القطاعات النشطة التي تتمتع ببنية تحتية متميزة بفضل الاهتمام الكبير بهذا القطاع من الحكومة الموقرة، مشيرا إلى أن الانفتاح السياحي مع دولة إسرائيل من شأنه أن يسهم مستقبلا في تنشيط أكبر للحركة السياحية بين البلدين، بما يلبي التطلعات ويخدم مصالحهما المشتركة. جاء ذلك خلال توقيع البلدين على مذكرة تفاهم في المجال السياحي بحضور السيدة أوريت فركاش كوهين وزيرة السياحة في دولة إسرائيل. بهذه المناسبة قال الزياني إن مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي ورفضه بالمقومات التي من شأنها أن تعزز من المكانة السياحية المتميزة للمملكة، مؤكدا أن الانفتاح السياحي مع دولة إسرائيل في إطار إعلان تأييد السلام المبرمة بين الطرفين سيكون له بالغ الأثر في إثراء القطاع السياحي ودعمه بين البلدين. من جانبها أشادت وزيرة السياحة الإسرائيلية بالسمعة التي تتمتع بها مملكة البحرين في المجال السياحي، ومؤكدة أن تعاون البلدين في هذا المجال من شأنه أن يفتح مزيدا من آفاق العمل المشترك، متطلعة إلى تعاون ومشاريع سياحية مشتركة خلال الفترة المقبلة.